الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام؟ ما هي الإمبراطوريات والشعوب التي كان لها نفوذاً على شبه الجزيرة العربية؟ في هذا الفيديو سوف نعرض أهم الأحداث التاريخية التي حصلت في ذلك الوقت بشكل موجز. عندما قدم إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام، كانت مكة لا يسكنها أحد ولا يوجد بها أي مقوم للحياة. فمن أبرز الأحداث التي حدثت في زمن إسماعيل عليه السلام هي بئر زمزم التي وجدت بمعجزة ربانية، ثم جاءت التعليمات والتوجيهات الإلهية لإبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة على قواعد آدم، ثم أمر بالحجيج إلى الكعبة، ولبت كل العرب دعوة إبراهيم بالحجيج والتعبد بدين إبراهيم ألا وهو التوحيد. عندما استقر الأمر لإبراهيم رجع عليه السلام إلى الشام وفلسطين، وترك في مكة هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. في تلك الفترة هدم سد مأرب العظيم الذي كان بعد هجرة العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية، الذي كان أهم مقوم للحياة في ذلك المكان والزمان. من أبرز تلك القبائل التي هاجرت شمالا ثقيف في الطائف، والغساسنة في أطراف الشام، والمناذرة في الحيرة، ومن أهم تلك القبائل جرهم، تلك القبيلة التي سكنت في مكة بعد أن أذنت لهم هاجر أم إسماعيل بالاستقرار والاستعانة بماء زمزم مقابل أجرة تدفع لها. عندما استقر الإسلام والتوحيد في شبه الجزيرة العربية كاملة لمدة من الوقت، ألا أن سيد قبيلة خزاعة عمرو بن لحي الذي كان هو سيد مكة بلا منازع غير دين العرب، وذلك في إحدى أسفاره إلى الشام، وجد عند أهلها أصنام يعبدونها، وكان من أهم تلك الأصنام هبل الذي أتى به إلى مكة وأمر مكة بعبادته، ثم أدخل الشرك في مكة. لكن عمرو بن لحي لم يكتفي بذلك، بل قام بإحضار المزيد من الأصنام في مكة، وأعطى كل قبيلة صنم ليعبدوها، ومن تلك الأصنام ود الذي وجد على أحد شواطئ جدة، الذي ذهب بعد ذلك إلى ديار بني بكر وما جاور دومة الجندل شمالا، وصنم سواع إلى هذيل، وصنم يغوث إلى طي وجرش، أما يعوق فذهب إلى همذان. ومن أبرز الهجرات أيضا هجرة اليهود من الشمال الذين اضطهدوا من الرومان في الشام وفلسطين إلى شمال شبه الجزيرة العربية، حيث استقروا في يثرب وما جاورها. ومن أبرز الأحداث أيضا التي حدثت قبل الإسلام هو تبع اليمن ربيعة بن نصر، وتطلق كلمة تبع إلى ملوك اليمن، حينما رأى رؤيا غريبة وفسرها عند سحرته وكهنته الذي كانوا مسيطرين على الحالة الاجتماعية والسياسية آنذاك، ثم أقروا له تفسير رؤياه بأن الأحباش سوف يحتلون اليمن خلال 60 سنة، ثم خاف على حكمه وملكه وقرر الهجرة شمالا واستقر في الحيرة في أطراف العراق. ثم جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر من بعده ألا وهو أسعد أبو كرب الحميري الذي سيطر على كل اليمن. ومن تلك الأحداث التي حصلت في عهد أسعد وهو في إحدى سفراته أنه ذهب إلى الشام، وخلال الطريق إلى الشام ترك ابنه في يثرب للتجارة، لكن ما لبث ابنه هناك حتى اشتبك مع أهل يثرب في خلاف تجاري، مما أدى إلى مقتله الذي بعده أعلنت الحرب بين اليمن وأهل يثرب. فأهل يثرب كانوا على اليهودية آنذاك، فعندما بدأ القتال لعدة أيام تعجب أسعد مما شاهده في الأيام الأولى، فليس التعجب في القتال، بل إن أهل يثرب كانوا يقاتلوه في النهار
ثم إذا انحبس الجيشان في الليل قام أهل يثرب بإرسال الطعام والمؤن ليلا، بل بإرسال المطببين لإسعاف جرحى جيش اليمن. فتعجب أسعد كثيرا، فرأى أن يخاطب أعيانهم وعلمائهم الذين سألوه ماذا تريد، فقال أخرب يثرب، فقالوا والله ما تستطيع، سيهلكك الله أن تفعل ذلك. فقال كيف عرفت ذلك؟ قالوا هذه مهجر نبي. ثم شرح لهم علماءهم اليهودية لأسعد الذي لم يلبث طويلا حتى تهود. ثم في الطريق إلى اليمن اعترضه قبيلة هذيل الذين كانوا يكرهون أهل مكة وأهل اليمن أيضا، فأرادوا أن يوقعوا بخصومهم مع بعضهم البعض، فتشب معركة بين أهل اليمن وأهل مكة. فقالت هذيل هل لك بالذهب والجواهر؟ فقال بلى. قالوا إن في هذا البيت الذي يعظمه قومها مملوء بالذهب والكنوز، لكن أسعد كان معه بعض أحبار اليهود الذين أخذهم معه إلى اليمن، الذين عارضوه قتال أهل مكة وقالوا ما أرادوا الهذليين إلا هلاكك. فقال كيف؟ قالوا ما علمنا أعظم بيت لله على الأرض إلا هذا البيت. قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. ثم رد عليه وقال وأنتم لماذا لا تطوفوا به؟ فقالوا نفعل لو أن أهلها ملؤوه بالأصنام. فأسعد الحميري عظم الكعبة وطاف بها، ثم أتته رؤيا أنه يكسو الكعبة فكساها الصوف، ثم أتته رؤيا أخرى بأن يكسوها بأفضل من ذلك فكساها الملال، وهي ثياب مشهورة في اليمن، فكانت تلك أول كسوة للكعبة في التاريخ.